أيضا أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نلتقي مع الأستاذة فاطمة حسين رئيسة مجلة سمرة. حياك الله أستاذة فاطمة في برنامجنا قضايا محلية وما يخص أيضا الصحفي الكويتي. في البداية أستاذة فاطمة حسين، نسأل عن هموم الصحفي الكويتي، ونسأل أيضا ما الذي ينقص الصحفي الكويتي؟ أنت بديت لي بالهموم بعدين قلت لي الذي ينقص، خليني أجاوب على اثنين مع بعض. أولا من ناحية الهموم، ما في مهمة أو مهنة ما فيها هموم، لكن ضخامة هم الصحفي أن عدد كبير من الناس يتدخل في عمله. رئيسه ليس فقط رئيس القسم أو مدير التحرير أو رئيس التحرير، ولكن يرأس ويراقب شغله القارئ، والقارئ مو واحد، آلاف من القراء، فهو تحت المجهر، وهو هم في الحقيقة يشارككم أنتوا فيه العاملين بالإذاعة والتلفزيون في هذا الهم المشترك اللي الواحد فيه تحت المجهر، الكل يعطي رأيه فيه بالطيب إذا وافق رأيي كقارئ، وبالسيء إذا لم يوافق رأيي كقارئ، فوجوده تحت المجهر هذا يخليه من الهموم العظيمة عنده. أما من أهم مشاكله في نظري الشخصي أن ما في تقدير للتعب اللي يتعب الإنسان حتى يطلع النتائج مثل ما يشوفون الناس، وأيضا هو شريك لكم في هذا الشيء. الناس يشوفون البرنامج التلفزيوني ربع ساعة ونص ساعة، يعتقدون أن الجهد ربع ساعة ونص ساعة، يشوفون العمود ويشوفون المقال ويشوفون التحقيق الصحفي ماخذ ربع صفحة أو نص صفحة، يتصورون أنه العمل عبارة عن الربع الصفحة والنص صفحة، ما يدرون أن وراء هالكثر فيه جهد وهالكثر فيه متابعة وهالكثر فيه مطالعة وهالكثر فيه عطاء ذاتي علشان يبرز. في حقيقة الأمر مشكلة المشاكل إن ما يبرز من العمل الصحفي أقل بكثير من الجهد المبذول فيه، وهذا يسبب إشكالية عند الشاب والشابة في الدخول في ممر الهموم. هذا مرهق، ولكن العطاء المادي أقل بقليل من الجهد، والعطاء المادي مربوط بالمساحة، وهذه أخطر شيء. إذن كناحية مادية الصحفي ما هو مجدي العمل الصحفي قطعا، لذلك تشوف أكثر ناس يشتغلون بالصحافة ولكن يشتغلون بمهن أخرى، لذلك تشوف قلائل جدا من اللي تفرغون للصحافة، وهذه يعطي نقطة ضعف بالنسبة لصحافتنا المحلية، لأن العطاء المادي ما هو مجزي لدرجة أنه نأخذ مزيد والمزيد من المتفرغين للعمل الصحفي وامتهانهم للعملية كمهنة. الأستاذة فاطمة حسين، بجانب المردود المادي الذي يحصل عليه الصحفي الكويتي من المؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها، هل تعتقدين أن هناك أمور أخرى تنقص الصحفي الكويتي؟ التدريب، الحقيقة التدريب العملي لا يمر بقنوات علمية. حتى الآن يدخل الشاب، وإحنا طبعا ما زلنا نحكي عن الشاب والشابة الكويتيين، صحيح ولا لا؟ أنا ما أحكي عن الناس اللي نستقدمهم من بلادنا العربية المختلفة لمساعدتنا في امتهان هذه المهنة، هذول عادة يجون يكونوا مروا بفترة تدريب جيدة. إنما إحنا علشان نشجع الشاب والشابة للدخول في هذا المجال، في حقيقة الأمر نحذفهم على المسرح مباشرة على أساس يتعلمون من تجربتهم، وهذا خطأ وخطر ويشكل صعوبة. وأحيانا هذا الممر الصعب يصيب المتدرب بأمرين مناقضين لبعض، إما يصيبه الغرور لمجرد شاف شجعناه وحطينا التحقيق ماله وكتبنا اسمه بالجريدة فيشعر بغرور لا يسمح له بأخذ المزيد من أساليب التدريب اللي تخلق منه صحفي ناجح.
أو أنه يثبط ويتراجع لمجرد كونه يشوف أنه في اهتمام من إدارة التحرير أو من سكرتارية التحرير أنه ينتبه لأشياء معينة. وهذا السبب يحصل لأنه ما في تدريب علمي. في يوم من الأيام حسب ما أذكر جريدة القبس قبل الغزو فتحت فصول للتدريب، وكانت فكرة جدا جيدة. صار الغزو وصار بعد التحرير ما شفنا ما سمعنا عن فصول، لدرجة الحين أنا ألتقي بكثير من أبنائنا اللي يدرسون بالجامعة في قسم الإعلام وفي كلية الإعلام، دائما أسألهم شنو عندكم من تدريب عملي؟ حتى الآن لم يقدم التدريب العملي. إحنا مشكلتنا إن أو مشكلة الصحفي إن إذا دخل في التحقيقات في كتابة العمود أو في التقرير أو في المخبار إنه يجيب الخبر يلصق فيه، ما ياخذ فترة تدريب على جميع الفنون الصحفية. لذلك تلاقي قلة قليلة يوصلون إلى ما يسمى الديسك أو سكرتارية التحرير أو المطبخ الصحفي، قلة قليلة يوصلون لهذا الشيء لأن ما عندنا التدريب المبني على أسس علمية. حتى التدريب اللي عندنا تدريب فيه الكثير من الاجتهاد، والاجتهاد تدري قد تصيب وقد تخطئ ولكن هو يظل اجتهاد. أستاذ فاطمة، أيضا من خلال هذا اللقاء نريد أن نركز أيضا على الصحفي الكويتي وبالتحديد أيضا الصحفية الكويتية، حدثينا عن هموم الصحفية الكويتية. والله شوف، الصحفية الكويتية الحقيقة ما تختلف عن الصحفي الكويتي، يعني تواجه نفس الصعوبات تعمل. بس مشكلة الصحفية الكويتية إحنا كل اسم نسائي يجلب أضواء أكثر، ومشكلة جلب الأضواء مخيف لأنه يخليك عرضة لكل إنسان يعطي رأيه فيك. وأحيانا الشباب ما يهمهم سواء الرأي صالح أو طالح، ما يفرق معاهم. البنت عندها الحساسية الخاصة، تنزعج عندما يقال إنه هذا الشيء سيء، وخاصة عندما يصدر هذا من قارئ أو عندما تهاجم. يعني حتى الآن ما وصلنا إلى 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 مرحلة من القوة بحيث نقبل الهجوم. نتحمل النقد قطعا، يعني لأن علشان نثبت بأن احنا حضاريين نتقبل النقد، بس الهجوم حتى الآن ما نتحمله. وتدري القراء يشعرون بحرية كاملة ما دام الإنسان حط اسمه وواجه، إذن يجب أن يتحمل. حتى الآن نلاقي في الأوساط النسائية بالذات هل ما أقول انعدام الشجاعة، ولكن الشجاعة شوية أقل من هالجزئية البسيطة تخوفهم من الهجوم، اللي هو خليني أقول لك الحذر، عندها مزيد من الحذر، ما تقط حالها مثل الشباب نتيجة طبعا لخصوصية معينة في المجتمع. بس قطعا يعني المعاناة هي نفس المعاناة. والنظرة على فكرة حتى داخل الجسم الصحفي، مثل ما كل الأجسام في هذا المجتمع، النظرة إلى النتاج النسائي نظرة فيها بعض من قصور. لحد ما تثبت البنت أو المرأة أنها أكبر من العمل اللي هي تأديه يلا يعترف فيها. ما زلنا لما نحطهم مع بعض الولد يتحرك أسرع، لأن دائما في الإدارة عندها تخوفات إنه هذه البنت باكر تنخطب وتترك. يعني لأن في فرق بالنظرة إلى العمل. مثلا الشاب ينظر للعمل عند مساحة من الطموح الإداري أكبر من مساحة الفتاة، فتلاقيه هي تركيزها على إنجاز العمل بصورة أجود، وهو تركيزه على إنجاز العمل بما يسمح له للوصول إلى مركز أحسن من المركز اللي هو فيه. هذه الفروقات
تنعكس على اختلاف العطاء. سادة فاطمة، لنعطي الآن نصيحة للصحفيات الكويتيات، سواء الموجودين حاليا على الساحة الصحفية أو من يراودهم تفكير في ممارسة العمل الصحفي. على فكرة هذه يعني ودي بشيء واحد أضيفه، يمكن في هذا المجال، هل الصعوبات أو هذه المشاكل هي اللي مخلية بناتنا وحتى شبابنا إنهم يروحون بالصف الثاني من الصحافة اللي هي صف الكتاب، اللي يسمونها الصحافة الجالسة مو الصحافة الماشية المتحركة؟ أنا أولا أكره أن أضع نفسي في موقع النصح حتى لعيالي، رقم واحد. رقم اثنين، إذا عندي شيء أبيهم يتحلون فيه فيتحلون بالشجاعة بالدرجة الأولى والمثابرة وكثرة الاطلاع، لأن الصحفي الجيد هو القارئ الجيد بالدرجة الأولى. بدون قراءة جيدة سابقة لا يمكن أن يصبح صحفي جيد. وأيضا الصحفية الجيدة يجب أن تكون قارئة تستطيع أن تميز الغث من السمين فيما تقرأ حتى تصبح صحفية جيدة، بالإضافة إلى مهن، عندك مهن مختلفة، يعني ما يتطلبه وجود المخبر غير ما يتطلبه وجود المحرر العادي، غير يتطلبه السكرتير التحرير، غير ما يتطلبه الشخص اللي له مسؤولية إدارية في إدارة قسم التحقيقات أو قسم المحليات أو غيره. يعني بس يعني في نظري هذه هي الأمور اللي أتمنى أنها تتوفر في كل إنسان يريد أن يقدم على العمل في المجال الصحفي. ولكن أنا في نظري يجب أن لا يعتبر كل من كتب في الصحيفة أو في المجلة هو صحفي. عندنا يمكن يعني جايزة أكون 50%، أنا كان ودي أقول 70%، بس خوفي من أن أكون ظالمة أقول لك يمكن 50% هم كتاب وليسوا صحفيين، وأنا واحدة منهم. أنا أعتبر حالي كاتبة ولست صحفية، لأن الصحفي لازم يكون عند الحس الصحفي، ما يكفي يدخلي كلية إعلام ويطلع يعتقد حاله بأنه أصبح صحفي جيد. يعني مثل اللي دخله معهد الموسيقى وتعتقد أنه يطلع ملحن، مستحيل يطلع ملحن إذا ما كان هو عند الحس عند الموهبة. الأستاذة فاطمة حسين، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وشكرا أيضا لمشاركتنا في برنامج قضايا محلية. شكرا لكم.